ماذا يفعل المصلي إذا نسي الركوع ثم ذكره قبل أن يصل إلى مثله، يعني إلى الركوع في الركعة الثانية صورة؟ إذا نسي الركوع ثم ذكره قبل أن يصل إلى مثله يقف ويركع، وهذا الحكم في غير المأموم، أما المأموم فلا يعود إليه بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه. ماذا يفعل المصلي إذا نسي الركوع ثم تذكر وقد صار في مثله أو ما بعده؟ يتم صلاته ويأتي بركعة، والله تعالى أعلم وأحكم.